بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. اتكلمنا في حلقة سابقة عن مفهوم كلمة سرعة القذف وإزاي بيتم، وبدأنا نسرد بعض طرق العلاج الدوائية أو الطرق السلوكية، وقلنا إن احنا نخلي حلقة مخصوص للجراحات بتاعة سرعة القذف. النهاردة موعدنا إن احنا نتكلم عن الجراحات التي تتم لعلاج سرعة القذف. حسب ما اتفق العالم إن الجراحات التي تجرى لسرعة القذف هي جراحات، وإن كانت فعالة، خلي بالكم من الكلمة فعالة، أكثر من الأدوية والطرق البديلة، لكنها غير آمنة. أكرر تاني، فعالة ولكنها غير آمنة. وإحنا أي علاج بنستخدمه لأي مرض يشترط فيه شرطين: الفعالية، يكون فعال فعلا بيجيب تأثير، والشرط التاني أن يكون آمنا. إذا لم يتوفر هذين الشرطين ما ينفعش يبقى وسيلة علاج. يعني أنا مثلا الدواء او الطريقه الجراحيه اللي هعملها مثلا لعلاج سرعه القذف، لو ما كانش فيها نسبه امان عاليه لا تصلح حتى ولو كانت فعاله. وهنبدا نسرد بالتفصيل ازاي الكلام ده. ايه هي الطرق الجراحيه اللي اتقالت او اللي اتعملت لعلاج سرعه القذف؟ لما بندرس تشريحيا نلاقي ان في عصب بيمر بطول العضو من الجزء اللي بنسميه الدورسال سيرفيس، يعني الجزء اللي انا لو بصيت من فوق كده بشوف بعينيا هذا الجزء ده، بنسميه الدورسال سيرفيس او السطح الخلفي. لكن الجزء الثاني اللي هو اللي بنسميه الفنترال، اللي هو تحت خالص، اللي هو تحت في مجرى البول اللي عند الخصيه، اللي انا ما بشوفوش، اللي هو بيبقى بص ناحيه الارض، الجزء العلوي ده هو او الدورسال سيرفيس دوت، اللي انا يعني لو بصيت على العضو من فوق يبقى قدام عينيا على طول، ماشي بطول العضو، عصب واخد العضو بالطول كله حتى يصل الى الحشف. في ناس اجرت ابحاث وثبت ان هذا العصب لو انا خدرته ب او عملت له كي بالتبريد، او خدرت او قطعت بعض من افرعه، مش قطعت العصب نفسه، بعض من افرعه، بيبقى علاج فعال جدا لسرعة القذف، بيبقى علاج فعال وناجح لسرعة القذف. وأول ناس جربوا الكلام ده كانوا في كوريا، جربوه فعلا ونشروا أبحاث إن الكلام ده فعال وبيجيب معاهم نتائج ممتازة إلخ إلخ، ودول كتير في العالم مشيت على مبدأهم وبدأوا يعالجوا بيه. لكن في النتائج بتاعة المتابعة لقوا إن في كتير من الحالات بيحدث فيها ما يلي. أولا قالوا إن العملية دي وقتية. يعني إيه وقتية؟ يعني ما بتعالجش سرعة القذف نهائيا، هنحتاج نعملها تاني بعد فترة برضه. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انها غير امنة. ازاي؟ لانها قد تؤدي الى فقد الاحساس تماما. الله، يبقى انا كده ما عملتش حاجة، انا كده ضريت الشخص ضرر بالغ. يعني انا بعد ما كنت بعالجه من سرعة القذف اديت الى ان هو بقاش يفقد بقى فقد الاحساس. يعني بالعربي العضو الذكري بالنسبة له عبارة عن حاجة ميتة لا يوجد بها اي احساس. يا فرحته ان هو القذف اتاخر، لكن هو لا يشعر باي متعه، لا يشعر باي متعه ولا حاسس بحاجه خالص، حاجه ميته، حاجه مخدره تماما. وعلى هذا الاساس الجمعيه الدوليه لطب امراض الذكوره قالت والله ان هذه الوسيله رغم انها اكثر فاعليه من الوسائل الاخرى الدوائيه او السلوكيه، الا اننا لا نعترف بها كوسيله علاج لعدم امانها، لعدم امانها. لأن لما أفقد الإحساس فده يعتبر مأخذ على وسيلة العلاج إنها وسيلة غير ناجحة طبعا. ده الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية، في ناس كنا بنحتاج نحقن لهم في الحشفة مادة علشان تنفخ الحشفة اللي هي رأس العضو، عشان تدي له إحساس بالامتلاء لما يكون حشفة حجمها صغير. المادة دي اسمها هياليرونيك أسيد. اكتشفنا إن المادة دي لما بنحقنها في رأس العضو بتخلي الاحساس بالقذف او الاحساس بالحساسيه الزايده يعني تقل، فبتاخر القذف. يعني دي حاجه اكتشفت بمحض الصدفه، هي ما كانتش بتجرى لهذا السبب لسرعه القذف كوسيله علاج، لا، كانت بتجرى كعمليه تجميليه لزياده حجم الحشفه. فلما لقيناها بتجيب نتائج قلنا والله احنا ممكن برضو ناخدها كوسيله علاج. لكن برضو جم قالوا ان والله هذه الوسيله وان كانت فعالة وناجحة إلا أنها برضو قد تؤدي إلى فقد الإحساس. الله، يعني هو إحنا احترنا الوسيلة الدوائية أو الوسيلة السلوكية هي وسيلة ضعيفة وما بتجيبش نتائج في كتير من الناس لكنها آمنة. الوسيلة التانية الجراحية
يعتبر نتائجها افضل لكنها غير امنه. طب نعمل ايه؟ انا مريض عايز اتعالج، اتعالج ازاي؟ اعمل ايه؟ امشي باللي هي امنه وملهاش نتيجه معايا، يبقى انا عملت ايه؟ ولا امشي باللي هي بتجيب نتيجه عاليه جدا لكنها ما فيهاش امان. من حيره المرضى وحيره الاطباء في ان هم يلاقوا لهم وسيله علاج، اتفقنا على ان نعمل حل وسط. يعني ايه حل وسط؟ هو انا ايه يخليني اخدر العضو تخدير كامل ويفقد الاحساس تماما؟ ما انا ممكن اخدره تخدير وقتي وقت الممارسه اللي انا بمارسها وخلاص، بان انا احط كريمات موضعيه واخد الادويه اللي بنسميها مضادات الاكتئاب. لقينا ان الاثنين مع بعض كتير قوي من المرضى، ان لم يكن كل المرضى، بيستريحوا معاهم وبتبقى وسائل ناجحه وما بتبقاش فيها مشكله على المريض نفسه. ليه؟ اصل المخدر ده تاثيره وقتي، مجرد ان بيروح مفعوله خلاص الاحساس موجود عندي، ما عنديش اي مشكله. فمعلش انا استحمل عمليه وقتيه يبقى الاحساس فيها ضعيف شويه في سبيل ان انا اخد متعتي والموضوع ينتهي، عكس التانية اللي جراحيه. جراحيه لا، ده بتفقده تماما، ما بيرجعش تاني، خلاص انتهى. ده بالنسبه لي ما اتفق عليه. طيب قبل ما اختم الحلقه بقى، في كتير من المرضى بيقولوا لي والله ان سين من الناس اكتشف ان في منطقه اسمها منطقه دلتا، وان منطقه دلتا دي لو شلناها بتعالج سرعه القذف. فالكلام ده سليم ولا مش سليم؟ وبعدين يسالوني تاني كتير، على فكره مش مريض ولا اتنين، ده مئات المرضى، وبيجوا متاذين وبيجوا يعني في قمه الضرر من اللي حصل لهم. يقول لي والله، وهو نفس الطبيب برضو قال لهم والله انا كمان في عضله في الحوض لما بقطعها بتعالج سرعه القذف. الكلام ده هو في اول ما سمعته صراحه انا انكرته، لكن قلت يمكن يكون نزل حاجه في الطب انا ما اعرفهاش. قابلت كل اطباء التخصص، وبحثت في النت وراسلت كل دول العالم ان حد يقول لي ان في حاجه زي دي. كلهم بلا استثناء انكروها وقالوا ان ده كلام فاضي لا اساس له من الصحه. كل ده كلام فاضي لا اساس له من الصحه. مش حاجه اسمها منطقه دلتا اللي انا لو قطعتها هعالج سرعه القذف، ولا حاجه اسمها عضله في الحوض لو قطعتها هعالج سرعه القذف. يقول المرضى، يقول لي يا دكتور ده الراجل بيقول ان هو عامل ابحاث على الكلام ده ونشرها. الدكتور ده عملها فين ونشرها فين؟ والدكتور ده صفته ايه اساسا؟ يعني انا عايز اعرف، في كليات طب وفيها اساتذه والكلام ده المفروض فيه طريقه للبحث العلمي، مش اي حد يجري في دماغه اي تحشيشه يالفها ويقول والله كذا ويلعب بـ 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 بمشاعر الناس، لان ده يعتبر لعب بمشاعر الناس. ان انا عشان المريض مش عارف اوصل له وسيله علاج ناجحه، او اجيب اي حاجه واقول له والله ده نجحت وبتاع، والناس تيجي ورايا والاخر يبقى ده كلام فاضي. بيقول له والله ده نشر ابحاث. نشرها فين؟ انا مستعد ان هذا الشخص لو كان كلامه سليم، وانا استاذ بكليه الطب، انا اتلمذ على ايديه. لو كان كلامه سليم انا مستعد اتلمذ على ايديه وابقى تلميذه. اما اذا كان الكلام ده مش مظبوط فانا بقول له اتق الله ولا تلعب بمشاعر المرضى، حرام عليك، اتق الله، الكلام ده كلام نصب وكلام دجل وكلام لا اساس له من الصحه ولا اساس له من العلم. ولو انت فعلا عندك الكلام ده نشرته او عملته او تجارب او ما تقولها لنا يا اخي، ما تقولها لنا يا اخي واحنا نمشي وراك. انا اول واحد هسمع كلامك وامشي وراك، ابقى تلميذ ليك، ايا كان درجتك بقى اصغر مني او اكبر مني، العلم مفهوش كبير، بس قول لنا كلام مدروس على اساس علمي صح. بلاش تحشيش، بلاش كلام، بلاش. لما بشوف المرضى اساسا بعد ما بيعملوا الحاجات ديت بيبقوا جايين متاذين جدا، لا بيتعالجوا ولا اي حاجه خالص، وبيرجعوا اسوأ من الاول، وحاجه صراحه ماساه، وحاجه ماساه. فانا بقول لهذا الزميل الفاضل، ارجوك لا تتلاعب بمشاعر الناس، ارجوك اتقي الله، ارجوك لو انت فعلا صادق يا اخي انشر الابحاث دي، او قول لي وانا انشرها لك واشوف اساسها العلمي ايه، وانا هكون تلميذك يا سيدي. بس المهم يكون كلامك سليم، ما يكونش كله كلام فاضي. مش تروح تالف اي كلمتين وتحطهم وتقول والله ده انا اكتشفت وانا مش عارف ايه، قلت الكلام ده في مؤتمر ايه. انا اتحداه، لو كان في طبيب واحد بس حاصل على بكالوريوس طب وجراحه سمع منه هذا الكلام في اي مؤتمر وما قامش تف على وشه. انا اتحداه لو في طبيب واحد بس مصري او غير مصري في اي مكان في اي مؤتمر في مصر او براها سمع منه هذا الكلام وما قامش تف على وشه، انا اتحداه. اما اذا كان هو صادق فانا اشيل جزمته فوق راسي وابقى تلميذه، واحنا بنساهم في نشر العلم، بس مش في نشر الدجل والشعوذه. اتقوا الله،
عموما أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.